السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية. نسهل النشرة بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشة مستجدات الأوضاع والإصلاحات الاقتصادية والخدمية. وزير التخطيط يبحث مع رئيس جامعة عدن آلية تنفيذ مشروع المستشفى التعليمي الجامعي. مشروع مسام ينزع 934 لغما خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المحافظات. إلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس اجتماعا واصل فيه مناقشة أولويات الإصلاحات الإدارية والمؤسسية والخدمية في البلاد. وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس أيدروس الزبيدي وعبد الرحمن المحرمي ودكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر السلطان العرادة وطارق صالح. وفي بداية الاجتماع استمع المجلس من وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك إلى مستجدات الاتصالات الأممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية وإلزام الميليشيا الحوثية بتنفيذ تعهداتها ذات الصلة، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسة في محافظة تعز ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة. كما اطلع المجلس على تقارير حول الأوضاع في محافظة شبوة وعدد من المحافظات، ووجه الجهات المعنية في الحكومة والسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة في الجوانب الأمنية والخدمية. واستمع مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق إلى إحاطة جديدة من رئيس اللجنة الأممية والعسكرية اللواء ركن هيثم قاسم طاهر حول مستجدات سير عمل اللجنة ومتطلبات دعمها للوفاء بمهامها في إعداد واعتماد التصورات والسياسات المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان تكامل القوات المسلحة والأمن. كما ناقش المجلس مسار الإصلاحات في عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية بما فيها قطاع الاتصالات، وأوضاع السلطة القضائية وسبل الكفيلة بتعزيز استقلالية القضاء والمؤسسات العدلية وأجهزة إنفاذ القانون. وكان المجلس قد استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة والإجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من الإجراءات إزاء القضايا المشمولة بجدول أعماله. رحبت حكومة بلادنا بإعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبا، لقد مثل وما زال تنظيم القاعدة الإرهابي تهديدا قويا لليمن وللعالم، وتسبب هذا التنظيم بقيادة الإرهابية الظواهري في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في اليمن التي استهدفت المدنيين وأجهزة ومنتسبي الحكومة وتسببت بمقتل مئات الأبرياء. وجددت الحكومة اليمنية التزامها بمكافحة الإرهاب والعمل على زيادة التنسيق والتعاون الدولي وبما يخدم تعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب لاستئصال كافة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وبما يخدم حماية المدنيين في اليمن وكافة أنحاء العالم. بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني مع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال السياحي وسبل تعزيزها وتطويرها. وناقش اللقاء الذي عقد بمقر المنظمة العربية للسياحة بمدينة جدة السعودية بحضور أعضاء فريق الأمانة العامة أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة في شتى مجالات السياحة وخاصة فيما يتعلق باستدامة السياحة كمصدر دخل اقتصادي هام من خلال الاستفادة من الخبرات لدى المنظمة في تطوير البنية التحتية للمشاريع السياحية ومعالجة آثار الحرب وما خلفته من خسائر. وعبر الإرياني عن شكره وتقديره لدور المنظمة بترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية، منوها بالدور الريادي الذي لعبته المنظمة في خليجي 20، حيث قامت بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية وتجهيزهم والإسهام في إنجاح البطولة. وأكد الوزير الإرياني على الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في المساعدة على إعادة تأهيل وتدريب الكوادر السياحية في اليمن بما يساهم في خلق فرص عمل للشباب اليمني من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم في المجال السياحية المختلفة.
لافتا إلى تأثر القطاع السياحي في اليمن بفعل الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الذي تسبب في تدمير البنية السياحية وهجرة الكثير من الخبرات السابقة. وحث الإيران المنظمة على مساعدة الوزارة في تدريب وتأهيل العنصر البشري ليتمكن من قيادة هذه الصناعة الكبرى، خاصة في مجال التحول الرقمي لكافة الخدمات السياحية التي تنفذها المنظمة مع خبراء دوليين، بالإضافة لتطوير وإنشاء عدة مشاريع فندقية بعدن وفق المعايير الدولية فئة الخمس نجوم. وأشار الإيراني إلى أن الوزارة بصدد خلق بيئة عمل سياحية تجذب الكوادر المؤهلة في العاصمة المؤقتة عدن، التي تشهد حالة من الاستقرار بالتزامن مع تواجد مجلس القيادة الرئاسي الذي يبذل جهدا استثنائيا بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي. متطرقا إلى إمكانية التعاون والشراكة مع المنظمة العربية في إعادة تأهيل وتجهيز الفنادق في محافظة عدن لاستقبال الحركة السياحية الداخلية والوفود التي تزور العاصمة المؤقتة عدن، وثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة الدور الأخوي الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والاهتمام الخاص بالعاصمة المؤقتة عدن التي شهدت تنفيذ عدد من المشاريع، بالإضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ وأكثر من 17 مشروعا هاما قيد الدراسة، وذلك من خلال برنامج تنمية وإعمار اليمن بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد الجابر، التي ستسهم في جعل عدن نموذجا مستقرا وجاذبا للسياحة. من جانبه رحب رئيس المنظمة بزيارة الوزير الإيراني لمقر المنظمة، مبديا الاستعداد للتعاون مع الوزارة، مؤكدا أن لدى المنظمة تصورا وآلية استراتيجية للعمل من خلالها على تنمية وتطوير المنشآت السياحية باليمن، بالإضافة لجذب المستثمرين المهتمين لتنفيذ مشاريع سياحية تعود بالنفع على صناعة السياحة اليمنية وتكون رافدا اقتصاديا رئيسا لها، وذلك من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة فيما بين المنظمة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته والصناديق التمويلية التابعة للمنظمة. وتعمل المنظمة العربية للسياحة جنبا إلى جمع الوزارات والهيئات السياحية العربية وفق منهج علمي مدروس يساهم في تنمية الإنسان العربي في المقام الأول، ويحقق أهداف وتطلعات وآمال القيادات العربية في النمو بقطاع السياحة لكونه أحد أبرز العناصر المؤثرة في الناتج المحلي للدول العربية. نظمت وزارة العدل اليوم في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية حول القانون الدولي والإنساني بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لعدد 25 من منتسبي الوزارة وأعضاء النيابة العامة. ويناقش المشاركون في الدورة على مدى 3 أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وأهم الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومبادئه، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه البلدان في النزاعات المسلحة المعاصرة. وفي افتتاح الدورة أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة حرص الوزارة على مد جسور التواصل والتعاون المشترك مع كل الجهات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى بناء وإحلال السلام، وأشار إلى أهمية تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني بما يشمل من قواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني وتعزيز السلم والأمن الدوليين. من جهة أخرى، أشار نائب المنسق لقسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن الدورة التدريبية ستسلط الضوء على أهم قواعد القانون الدولي الإنساني التي تطبق أثناء النزاعات المسلحة ونطاق تطبيقه. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باذيب مع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر الأصور آلية تنفيذ مشروع المستشفى التعليمي وتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها الإسراع في تنفيذ المشروع. وأكد الوزير باذيب أن الوزارة ستسعى لدعم كافة المشاريع الخاصة بالجامعة لتطوير عملها الأكاديمي والتعليمي وتحسين القوى الوطنية العاملة، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع الهامة التي ستحقق نقلة نوعية في مجال التدريب والعمل الطبي. من جانبه أكد الدكتور الخضر ناصر الأصور أن قيادة الجامعة استكملت كافة الخطوات الخاصة بالمناقصة وفيما يتعلق بالشراكة الاستشارية للبدء بعملية فتح المظاريف واعتماد المشروع، معربا عن أمله سرعة بدء العمل فيه لتحقيق طموحات كافة منتسبي الكليات الطبية والقطاع الصحي وأبناء محافظة عدن بشكل عام.
أكد وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني دكتور خالد الوصابي أثناء تدشين بوابة التنسيق للجامعات اليمنية وكلية المجتمع في العاصمة المؤقتة عدن على أهمية البوابة الإلكترونية للطلاب الراغبين في التسجيل والالتحاق بالجامعات اليمنية وكليات المجتمع الحكومية والأهلية والحصول على فرصة التنسيق عبر الإنترنت. وأشار الوصابي إلى أن بوابة التنسيق للجامعات تعد منصة رئيسية للتعليم العالي ونقلة نوعية للنهوض بالتعليم في اليمن، منوها بالجهود التي بذلها قطاع الشؤون التعليمية بالوزارة لإنجاز وتطوير البوابة الإلكترونية بما تكفل إتاحة الفرصة وتذليل الصعوبات أمام الطلاب للالتحاق في الجامعات الحكومية والأهلية. ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود السويسرية لدى اليمن أريك أونس الوضع الراهن للقطاع الصحي في عدد من المحافظات التي تعد الأكثر احتياجا للتدخل والمساعدة، لا سيما بعد صدور تقرير الهشاشة للوضع الإنساني الذي أقر الاحتياجات الإنسانية الملحة لأكثر من 14 مديرية في عدد من المحافظات. ودعا وزير الصحة المنظمة إلى الإسهام والتوسع في تدخلاتها في المحافظات الجنوبية والشرقية وترتيب أولويات الاحتياج لدعم مخيمات النازحين في عدن ومأرب ولحج والحديدة ودعم إقامة مركز لعلاج الحروق في عدن نظرا للافتقار إليه والحاجة الماسة له. وأكد الدكتور بحيبح حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم اللازم لإنجاح مهام البعثة بما ينعكس إيجابا على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنا الجهود التي تبذلها في عدد من مناطق البلاد. ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي مع قيادة صندوق صيانة الطرق ما تم إنجازه في مجالات البنية التحتية والبناء المؤسسي وخططه للمرحلة القادمة. وأشار الوزير بما حققه الصندوق في مجال البنية التحتية والبناء المؤسسي خلال فترة زمنية وجيزة، مشددا على مضاعفة الجهود ومواصلة الأدوار الحيوية وتحقيق الإنجازات للمساهمة بالدفع بعجلة التنمية الشاملة، مؤكدا دعم الوزارة لجهود الصندوق في مشاريع شبكة الطرق وغيرها من المشاريع. هذا وطاف الوزير بإدارات صندوق صيانة الطرق مطلعا على سير العمل فيها، مؤكدا على دور الحيوي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر صيانة شبكة الطرق. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي مع مدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن فياض أحمد التمويل الإضافي لبرنامج خطة مشاريع رأس المال البشري بمبلغ 35 مليون و500 ألف دولار. وجرى خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور مستشار البرامج في اليونبس خلدون صالح مناقشة التدخلات الأساسية في البرامج التي تشمل تطوير البنية التحتية وتحسين خدمة قطاع المياه والصرف الصحي وكذلك تدريب وبناء القدرات. وأشاد الوزير الشرجبي بما يقدمه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من دعم لقطاع المياه والإصحاح البيئي، منوها بما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة تعزيز هذا التعاون بما يتوازى مع الاحتياجات الخدمية الراهنة التي فرضت ضغوطا إضافية على الحكومة خاصة في جانب الأمن المائي. بدوره استعرض فريق المكتب الأممي قائمة المشاريع التي سيشملها التمويل الإضافي مؤكدا استمرار التنسيق مع الوزارة في إطار الحرص على تعزيز الشراكة في تنفيذ المشاريع بما يمكنها من التعافي واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين. أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد تعميما للخطباء والدعاة والمرشدين بخصوص استغلال ميليشيات الحوثي الكهنوتية ليوم عاشوراء الذي حولته إلى مناحة كربلائية ومناسبة سياسية ضمن مناحاتها وخرافاتها الكثيرة، وربطت ما حدث للحسين بن علي بفضيلة هذا اليوم الذي نجى الله فيه النبي موسى. وأكدت الوزارة في تعميمها أن الميليشيات الكهنوتية أضفت الخرافات والأساطير على الحادثة قديما وحديثا، وأن محاولة ربط ما حدث له بهذا اليوم لا تعدو أن تكون واحدة من خرافات هذه الميليشيات ودعاءاتها المزيفة لمزيد من الابتزاز المالي واجترار عاطفة الناس الدينية وتوظيفها لمعتقداتهم المشوهة وإثارة الفتنة والتحريض عليها. وأهابت الوزارة من منطلق المسؤولية بالخطباء والمرشدين والدعاة القيام بواجبهم وحماية عقيدة الأمة والوقوف أمام بدعة عاشوراء العنصرية ومواجهة الشحن الطائفي والدموي والإرهابي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت به زورا وبهتانا.
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية في العاصمة المؤقتة عدن اتفاقية كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم، ذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري. ووقع اتفاقية المشروع الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن الوزارة وكيل شؤون الرعاية الاجتماعية صالح محمود، وعن المؤسسة مديرة إدارة المرأة والطفل اعتراف عارف. ويهدف المشروع إلى كفالة 536 يتيما في محافظات عدن ولحج ومأرب لمدة عام كامل، بالإضافة إلى تدريبهم على المستلزمات التي يفتتحون بها مشاريعهم المدرة للدخل. وأشاد الوزير الزعوري بجهود مركز الملك سلمان في تقديم الدعم والعون في مختلف المجالات من خلال مشاريعه الإنسانية والمتميزة، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لضمان نجاح المشروعات. ناقش اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن جهود إنجاح منافسات البطولة المدرسية لكرة القدم التي تنطلق في 10 أغسطس الجاري. وتطرق الاجتماع الذي ضم وزيري الشباب والرياضة نايف البكري والتربية والتعليم طارق العكبري وعدد من وكلاء الوزارتين والمسؤولين فيها إلى آليات تعزيز العمل المشترك في دعم ومساندة الأنشطة والبرامج المدرسية. وأقر الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لرسم خطة برامجية تكاملية يستفيد منها طلاب المدارس والمعاهد والشباب والرياضيين في عموم المحافظات المحررة، وضرورة الاهتمام بالمسابقات الداخلية والمشاركات الخارجية وفق ما هو متاح وممكن. وفي الاجتماع أكد البكري استعداد وزارة الشباب والرياضة على دعم مختلف الأنشطة المدرسية في قطاع التربية والتعليم بما يسهم في إيجاد خارطة عمل لتأهيل النشء والشباب وتدريبهم وتنمية قدراتهم الذهنية والعلمية، مستعرضا أهم القضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي والشبابي في التربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة المدرسية والتدريب والتأهيل والمشاركات الخارجية وسبل دعمها وتعزيزها. من جانبه أشار الوزير العكبري إلى الدور التكاملي بين الجانبين باعتبار التربية والتعليم هي المغذي للأندية الرياضية بالكثير من المواهب وفي مختلف الألعاب، مشددا على بذل المزيد من الجهود والعمل المشترك بما ينعكس على مستقبل الطلاب في بنائهم نفسيا وذهنيا وعلميا. في خبر رياضي آخر، أعلن وزير الشباب والرياضة نايف البكري عن دعمه لكل الفرق العشرة المشاركة في بطولة الجمهورية لأندية الدرجة الأولى لكرة اليد بمبلغ 1,000,000 ريال لكل ناد. جاء ذلك خلال حضوره افتتاح البطولة التي ينظمها الاتحاد العام للعبة برعاية وزير الشباب ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس وبدعم صندوق رعاية النشء والشباب بعدن. وأشاد البكري بالجهود التي يقوم بها اتحاد كرة اليد في إقامة مثل هذه المسابقات جمع شباب الوطن في مكان واحد، مشيرا إلى أن الوزارة تقف إلى جانب الاتحادات العامة وتدعم مسابقاتها المختلفة. وكانت بطولة الجمهورية لكرة اليد قد انطلقت بإقامة 4 مباريات، حيث فاز شباب القطن من وادي حضرموت على التضامن من ساحل حضرموت ضمن المجموعة الأولى، فيما فاز الجلاء عدن على شباب رخمة من ذمار في المجموعة ذاتها. وضمن المجموعة الثانية تغلب فريق الصقر من تعز حامل اللقب على وحدة المكلة، كما حقق فريق الشعلة من عدن فوزا مستحقا على فريق شرارة لحج في المجموعة ذاتها. انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 934 لغما خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الحالي زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف المحافظات. وأوضح المركز في بيان له بأن الألغام المنزوعة منها 37 لغما مضادا للأفراد و 269 لغما مضادا للدبابات و 624 ذخيرة غير متفجرة وأربعة عبوات ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي نزعت حتى الآن خلال شهر يوليو إلى 3432 لغما، مشيرا إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام بلغ 352,315 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. والآن مشاهدينا نأتي إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
ولمن فاتت نشرة تذكير بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشة مستجدات الأوضاع والإصلاحات الاقتصادية والخدمية. وزير التخطيط يبحث مع رئيس جامعة عدن آلية تنفيذ مشروع المستشفى التعليمي الجامعي. مشروع مسام ينتزع 934 لغما خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المحافظات. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.